التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام البالغ والمتابعة الدورية التي توليها الدولة لحل مشكلات المستثمرين وتهيئة بيئة الاستثمار في مصر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال لقائه وزيرة البيئة لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر، حيث تناول اللقاء جهود الوزارة الحالية والمستقبلية لدعم الاستثمار، والتي تتضمن القيام بمراجعة المنظومة الخاصة إصدار الموافقات البيئية بالكامل بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكل القطاعات. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن القوات الأوكرانية في مدينة سوليدار الشرقية تتشبث بمواقعها وتلحق بالقوات الروسية خسائر فادحة. ووجه زيلنسكي الشكر لوحدتين أوكرانيتين في سوليدار، مضيفا أنهما تتمسكان بموقعهما وتلحقان بالعدو خسائر فادحة دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأضاف زيلنسكي أنه التقى مع كبار القادة العسكريين وتناول معهم بالتفصيل التعزيزات المطلوبة في معركة سوليدار والبلدات المجاورة والخطوات التي ينبغي اتخاذها في الأيام المقبلة. قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الغرب لم يرغب في تسوية النزاع بأوكرانيا، وأضاف أيضا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن ما يؤكد كلامه هو التصريحات الأخيرة لفرانسوا أولاند وأنجيلا ميركل، لافتا إلى أن اتفاقيات مانسك بحسب اعترافات هولاند وميركل كانت ضرورية فقط لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأجنبية وإعدادها للعملية القتالية. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله. وأشار البيت الأبيض أيضا إلى أن بايدن لا يعرف مضمون تلك الوثائق السرية، وجاء ذلك بعد أن عين وزير العدل مستشارا خاصا للتحقيق في طريقة التعامل مع الوثائق الحكومية الحساسة والتي تم العثور عليها في المكانين. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن هناك أدلة متزايدة على أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود هذا العام. وأضافت أيضا أن أسواق العمل الأمريكية لا تزال مرنة، لافتة إلى أن طلب المستهلكين لا يزال قويا على الرغم من الزيادات في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2023 بواقع 1%. أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع الأموال لمساعدة 30 مليون طفل يعانون سوء تغذية حادا في بلدان متضررة من أزمة الغذاء. وأكدت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك أن أكثر من 30 مليون طفل في البلدان 15 الأكثر تضررا يعانون من سوء التغذية الحاد، ويعاني 8 ملايين من هؤلاء الأطفال الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال نقص التغذية فتكا. ووفقا أيضا للأمم المتحدة، فإن الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء ويعوق الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.